السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة، حياكم الله. شيخ أبو عائشة، يا لي. حياك. إلى متى تبقى أنت هارب يا شيخ أبو عائشة؟ أنا لست هاربا. جيد، إذا لماذا لا تقبل أن تكون معنا بالصوت والصورة؟ بالصوت أحسن يا شيخ أمير. في غير أماكن صوت وصورة. يبدو أنك تخاف على معالم وجهك معنا، لأن معالمك تتغير. مو مشكلة، يا هلا يا شيخ أبو عائشة، تفضل. حياك الله. على الخبير سقط. سقط. هذه الرواية أنت دائما ترددها في برنامجك. فلي. إيه، وهذه الرواية فيها دليل على علم السيدة عائشة. عالمة والنعم، خبيرة بعد. نعم، نعم، الله، ماذا يقول الله في القرآن؟ الرحمن فاسأل به خبير. الله. يعني فالخبير هو الذي يعرف بواطن الأمور وخفاياه. والنعم. فالله سبحانه وتعالى لما يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم الرحمن فاسأل به خبير، يعني ليس كل أحد يسأل عن الله، فاسأل به خبير. خبير. فالخبير هذا عن الله، هذا يسأل الخبير عن الله، صح؟ نعم. أما عائشة الرحمن فاسأل به خبير، هذا الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور وخفاياها. أما عائشة ما كانت خبيرة بالله، كانت خبيرة بغير أشياء، الله، بما خلق الله. أم المؤمنين في هذا الباب هي من الخبير، لنا عالمة وعالمة بس مو بالله وخفاياها. إي بس مو خبيرة مو بالخبيرة بالله، خبيرة بما خلق الله. نعم، وبرضه هي خبيرة بالله عز وجل. لا هذا ما هو السؤال، عن الله السؤال تجيبك إجابة وافية وشافية. السؤال حاليا مو عن التوحيد، السؤال عن الذي يجامع ولا يغسل لا يغتسل، هل يدخل الختان؟ طيب، هذا دليل على أنها خبيرة في هذا الباب، بمعنى أنها عالمة بالحكم الشرعي. لا هي عالمة، هي شيخ أبو عائشة بما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدر تقرأ الرواية لو سمحت حتى نبدأ النقاش؟ نعم، تقدر. هل تستطيع أن تقرأ الرواية لنبدأ بالنقاش؟ أحفظها وسأقرأها. طيب، اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدق أو من الماء. جيد. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. جيد. قال أبو موسى فأنا أشفيكم. شوف فأنا أشفيكم، يعني من هذا الخلاف الذي أنتم وقعتم فيه، بمعنى أنني سأذهب إلى فقيهة، إلى عالمة، سوف تزيل عنكم هذا اللبس وهذا الاختلاف. في أي شيء؟ في الله أكبر. في أي شيء؟ الله أكبر. في هذه المسألة التي اختلفوا فيها. ما هي؟ مسألة بعضهم قالوا لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من، وقال المهاجر بل إذا خالط فقد وجب. فما هي؟ أريد توضيح حتى الناس تفتهم، ما هي هذه المسألة؟ سأوضح لك إن شاء الله، لأن الرواية توضح نفسها بنفسها. لا الآن ممكن الآن وضح لنا بس حتى نفتهم هم بماذا اختلفوا. الآن مذكور في الرواية كل شيء، بس أنا سأتكلم بالرواية والرواية ستشرح الأمور كلها. أي بس تفتهم هم حتى الناس تفتهم يا أبو عائشة. ستفهم من الرواية بارك الله. مو مشكلة، أنا أردفتهم ما معنى إذا جامع وجب الغسل وإذا إنما الماء من الماء. اشرح لهم يا بعد قلبي، اشرح لهم يا عيوني أنت. ما يحتاج أني أشرح الرواية، تشرح نفسها. لماذا أنت تخاف من الرواية؟ أنت تخاف من شرح الرواية. لا، أنا سأشرح لك وبين لك. ما معنى؟ أنا سأشرح. إيه هنا أشرح. ما معنى إنما الماء من الماء؟ اشرح للناس. يعني معناها أن الرجل إذا جامع زوجته دون أن ينزل المني فلا يجب عليه غسل. هذا من؟ هذا قول الأنصار. جيد. قال المهاجرون بل إذا خالط، وهي كناية عن مبالغة الجماع، ويعني كما فعل الرجل مع زوجته تقريبا حشفة وغير ذلك.
يعني إذا باشر جامعة مع زوجته لازم يغتسل. نعم. أكمل أم لم يكمل؟ نعم. طيب. نعم. أبو موسى الأشعري من سمع هذا الحكي أين ذهب؟ إلى عائشة، هي هنا عندها خبرة. خبيرة بمعنى عالمة فقيها. هو هو. هو أدل. يا رجل. هو يا رجل الله ماذا يقول في القرآن؟ هو اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا الآن ما سبيت أبو موسى. ذهب إلى الخبيرة. أم المؤمنين من أهل الذكر الذين يرجع إليه. في الترمذي شيخ أبو عائشة. أنا الآن ما سبيت، سألت، قلت حينما سمع أبو موسى الأشعري اختلاف الرجال من المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغسل ذهب إلى عائشة لأنها خبيرة أكثر منهم. خبيرة بمعنى عالمة فقيها من إيه؟ الذكر الذي يرجع إليه. إيه فهي خبيرة في يعني كيف واحد شنو يسوي إذا جامع يغتسل يكمل ما يكمل لازم لأن هي مكلفة من الله بتبليغ هذا الأمر. نعم هذا نعم صحيح. كلفها الله، قال الله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. يعني الآن الرسول في بيته تحصل منه أشياء تغيب عني وعنك وعن الصحابة. طيب مو مشكلة. من الذي يقولها لنا؟ أقرب الناس إليه زوجته. فأبو موسى الأشعري ذهب إلى عائشة لحتى حتى يشفي. كيف تأدب أبو موسى؟ لا هو مؤدب. أنا أدري بي بس إحنا بس نريد نفتهم الآن. أبو موسى الأشعري سيذهب إلى عائشة حتى يشفي قلوب المهاجرين والأنصار، صح؟ ويرفع عنهم الخلاف. ويرفع عنهم الخلاف فيما يوجب الغسل. نعم. جيد كمل. نعم أحسن. يقول فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي. شوف الاستئذان. فقلت لها يا لم يدخل عليها مباشرة كما لا. يعتقد بعض الناس. لا ذاك ذاك سالم سبلان دخل مباشرة. لا سالم سبلان ولا غير سالم سبلان. نحن نعرف كيف نوتي هذه الروايات وكيف نشرحها ونبين لها عظمة هذه السيدة. سالم سبلان دخل يعني شيخ أبو عائشة هي الآن أنت تنكر؟ يرجع أنت يرجع شيخ أبو عائشة في جميع المهمات، يرجع إليها في أكبر المهمات. يعني شوف أبو موسى ترك جميع زوجات النبي، ترك عمر، ترك أبو بكر، ترك الإمام علي، ترك كلها وذهب إلى الخبيرة العالمة الفقيهة التي كلفها الله ببيان ذلك للأمة. لأن الله يقول واذكرنا. هذا تفتخرون به؟ هذا تفتخرون به؟ وهذا يعني به افتخار؟ هذا علم. أنت الآن لا. إذا هذا العلم لم يكن في إرب الرجال، فما الذي أدخله في النساء؟ وين رزلمكم؟ نعم. رجلكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين للأمة كل شيء. وين إذا وينهم المهاجرين والأنصار؟ وينهم إذا يدخل على الآن عندك المهاجرين اختلفوا والأنصار اختلفوا في مسألة من المسألة، من الذي حلها لهم؟ عائشة. من الذي رفع الإشكال؟ من الذي رفع الخلاف؟ عائشة. السيدة العظيمة أم المؤمنين عائشة. عائشة التي كلفت من قبل الله بأن تبين للناس هذه الأحكام وأن تنشرها للناس، وليس في ذلك إفشاء لأسرار النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا بيان لحكم شرعي صدر من رسول الله غاب عن المهاجرين والأنصار علمته السيدة عائشة فنقلته له. زين دخل. فهي أيضا هنا خبير. خبير. على الخبير سقط. جيد. فدخل عليها فقال أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي. لا فقلت لها، الرواية تقول فقلت لها كل ما أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك. وإني أستحييك. شوف تأدب. هذا تأدب مع أم المؤمنين. مؤدب. طيب. حتى في سؤال العلم. هو مؤدب. هم كانوا دائما. نعم دائما. هذه أم المؤمنين يعني شوف نحن نتأدب معها في كل صغيرة وكبيرة، حتى في السؤال عن أبسط الأمور أو عن علم من العلوم لابد أن يستحي من أم المؤمنين وأن يعرف لها قدرها والأدب معها. طيب. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. الآن هنا الآن هنا الآن عندي معركة أنا وياك. طلع سيفك. نتعارك. عندي عركة أنا وياك هنا. هذه أمك التي ولدتك
انت طبعا شيخ فان شاء الله ما تتعبني يعني تعرف زين، مو حالك مو مثل اي متصل بعد، شيخ ابو عائشة امام مسجد، انت تعلم ان عائشة بالنسبة لام ابي موسى الاشعري النسبية بينها وبين الام النسبية اختلافات، فذلك يجوز له ان يتكلم مع امه بطرق، ويجوز ان ينظر الى شعرها ورقبتها واشياء كثيرة، صح؟ لان امه، صح؟ فمن الذي اجاز، من الذي اجاز لعائشة ان تشبه ام نفسها بالام النسبية؟ يعني هي لما قالت فإنما إلى يعني تقول اسألني عن شيء، فقالت له لا تستحي أن تسألني عما كنت سائل عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. طيب. يعني قصد أم المؤمنين في هذه الرواية لا تستحي أن تسألني عما كنت سائل عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، كما في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، يعني معناه أمه في هذه المسائل يسألها في العلم، يسألها في المعرفة، لا بس كما يسأل أمه عن بعض الأمور التي يحتاجها. طيب. فهذا دليل على أن أم من هذا الباب، أم في السؤال، من يعني يسألها من الذي أجاز لها أن تنسب نفسها بالأم النسبية؟ يعني هذه دائرة على أسئلة الناس، لما يأتيك شخص ما يصير مثل يقول أنا مثل أبوك، يعني ما يصير بالاحترام، يعني يعني أنا مثل أبوك، يعني تأتي امرأة تقول لفلانة أنا مثل أمك، يعني لا 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 تأتي تأتي دقيقة 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 لا لا الآن الشيخ أبو عائشة، الشيخ أبو عائشة الآن أكو صار مع احتراماتي لك صار شوية يعني أكو هذا أكو مشكلة بالأمثلة، يأتي رجل يقول لولد أنا مثل أبوك، تأتي أم تقول لامرأة أنا مثل أمك، لا تأتي امرأة لرجل تقول له أنا مثل أمك تعال يمي، هاي يصير؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس، من باب يعني رفع الكلفة، يعني إذا كنت تريد حاجة أو تفضفض لشيء، يعني أنت يعني مضايقك شيء أو شيء، فهي تقول له من شلون 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 شلون، وهي مفروض عليها أن لا تخضع حتى بالقول، شلون ألا تخضعنا بالقول؟ لا لا أنا الآن أنا الآن هل كلمته كلام جانبي، كلام عاطفي، كلام شيخ كلمته في هذا العلم، يعني شيخ اسألني عما أنت سأل عنه أمك، إذا وقعت عليك مشكلة أو وقع عليك أمر من الأمور فتأتي إلى أمك فتسألها، فأنا كذلك إذا وقعت لك مشكلة فتأتي تسألني، فأنا مثل أمك في هذا الجبهة. ركز شيخ أبو عائشة ركز، أولا نحن هنا الآن حاليا في هذه الرواية، حاليا هنا في هذا المقطع لا نوقع الخضوع بالقول، لا نقول حاليا، لكن أنا أقول بس أنا ما أقول، أنا الآن ما أقول، فما يحتاج تتكلم، أنا ما أقول ركز، إن الله لا يستحي من الحق، الآن أعطينا مجال يا عمي، تعلمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، جيد جيد، من الذي أجاز لها أن تنسب نفسها بالأم النسبية؟ يا أخي هذا شيء على ألسنة الناس ما يصير إذن أنت تقول أن عائشة استعمل الشيء لا يجوز، لا ما ليش لا من الذي قال لا يجوز؟ أنت هي فعلا أم المؤمنين، أنت مو أم نسبية، مو أم نسبية، ما يصير تنسب نفسها بالأم النسبية، ما يصير العبارة ثم بعد ذلك ناقش، الآن العبارة أرجل يحتاج يسأل عن مسألة علمية، هي ما تعرف هي يجوز راح يقول لك كلمة بيها كفر، بيها زندقة بعليها، لا يا حتى هي ما تعرف، هو جاء الى ام المؤمنين شيخ ابو عائشة، هي تعرف هي ما تعرف، استأذن عليها فقال اني اريد ان اسالك عن شيء واني استحيك، هي ما تعرف هنا نسبة نفسها بالام النسبية، من اجاز لها؟
من الذي قال لك انها ما أجا... من الذي اجازنا اجازنا بكونها ام للمؤمنين؟ هو اول ما دخل قال يا اما او يا ام هو بدر قال يا اما ما, ما ادري قال يا اما ادري ادري قال يا اما انا ادري قال يا اما ما هي اذا هي اذا ام هي اذا دقيقه 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 هي ومعرفه مكانتها وايضا هي الاحترام والتقدير له هو ان شاء الله امه هم 24 دائما عندهم احترام وتقدير بس ركز هي تريد بهذا الكلام بس اعطيني مجال بس ترفع الحرج عن ابي شوف ابو موسى يقول اني استحييك يا امه قالت يا بني هي تريد ان ترفع عنه الحرج في سؤاله فقالت له يا بني انما انا مثل امك يعني انت اذا اي ما يصير من اجاز لها هذا لا يجوز الكلام على عائشه ما يجوز هي اذا عندها امومه تشريفيه ليش تركض على النسبيه ليش مو عندها امومه تشريفيه قول الكلام لك هذا الرجل قول الكلام لك قول الكلام لك هذا الكلام لك مو لي احسن ترى كلام لك لك انت كما اولا هي تريد ان ترفع الحرج عن سؤال يا ام الحرج هي اولا الله عز وجل يقول يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع بس اعطيني مجال انا الان دقيقه اعطيني مجال انا الان راح اقول لك هذه مساله بالمسائل اعطي مجال اعطي مجال اعطي مجال حتى يأتي الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بعض الحين يستحيون أن يسألوا في بعض الأمور طيب الآن تسمعني يستحيون اسمعني اسمعني فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المسائل العلم ليس فيها حرج ولا طيب. فيها حياة جيد فهي ما تحتاج أولا إن الله لا يستحي من الحق هي ما تحتاج هي ما تحتاج فأم المؤمنين تسير على نهج رسول الله صلى الله عليه مشكلة. وسلم مو مشكلة تريد أن ترفع الحرج عن هذا السائل اسمعني لو سمحت تفضل. أولا هي الله عز وجل حينما تكلم على نساء النبي قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أبو موسى الأشعري طيب أبو بس اعطيني مجال بس اعطي مجال أكمل أعطي هل في الرواية هنا حضور لا أعطي مجال أعطي مجال أكمل أنا الآن راح أقول لك أنا الآن راح أقول لك أنا الآن راح أقول لك أعطي مجال أنا الآن راح أقول لك بس اعطيني مجال اكمل بس اعطيني مجال تفضل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ابو موسى ابو موسى الاشعري قلنا قولا معروفا اكمل بس اعطيني مجال هو بس اعطيني مجال انا جايك انا الان طيب فيطمع الذي في قلبه مرض ابو موسى الاشعري عندكم شخص ما معصوم فمن الممكن ان يكون في قلبه مرض او يدخل الشيطان عليه ويطمع طمع والعياذ بالله كما تقولون طمع محرم المفروض على عائشة التي تقولون في صفاتكم أنها مؤمنة شريفة عفيفة أن تكون هي محتاطة متسترة بس اعطي مجال متسترة محتاطة بالحجاب الكامل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب طيب كل هذه الاحتياطات بس اعطيني مجال كل هذه الاحتياطات والاحترازات التي جعلها الله عز وجل عائشة ضربت بها عرض الحائط وقالت له بالأم النسبية والأم النسبية فيها قوانين تختلف عن الأمومة التشريفية من أجاز لها أن ترفع نفسها بالأمومة النسبية يا أخي يا رجل هو يقول أصابني الحرج أن أسألك يعني الرجل حتى لو وقع في حرج حتى لو هي تريد يا أخي الآن أنت أمك أم هذا حتى لو أمي أن تسألها عن هذه أم نسبية شوف أنت الآن وقعت بالغلط اللي وقعت بي عائشة ما يصير تقيس أم نسبية ما يصير هي الآن دعني هي ما يصير وضعت نفسها مكان الأم النسبية ما يصير هذا غلط هذا ما يصير يا أبا موسى أنا سأرفع عنك الحرج ما يصير لا ما يصير ما يصير أنا في مقام أمك النسبية ما يصير أسألني مثل ما كنت ستسأل أمك من المسألة من أجاز لها من أجاز لها أن تضع نفسها في موضع الأم النسبية من يا يعني الأمومة التشريفية اللي عندها كما أنتم تقولون ما كفتها ما فادتها ما كفت الأم التشريف الأم التي كرمها الله بها بأنها المنهى هذه موجودة
طيب شنو؟ وما كيف تحتاج أمومة بعد شنو هاي؟ يا داخل على طمع هاي. شوف شنو ما يصير. أم المؤمنين. ما يصير. أم المؤمنين يعني الصحابة لهم حدود معاه في حدود. إيه من حدود. أجاز لها من يعني أجاز لها أن تنسب نفسها بالأم التش. لكن أم المؤمنين التي شرفها الله بها الصحابة لهم حدود مع أمهات المؤمنين. لكن هي لما رأت الخجل والحياة من أبي موسى قالت يا بني أنا سأرفع عنك أنا مثل أمي كيف أسألني ما يصير ما يصير يا مشرعة هي الله هي شنو هي ما يصير شنو هذا هذا شنو هذا أبو عائشة أبو هذا حكي هذا حكي هذا ما يصير يعني هي يعني هي كتلة نفسها إلا تسمع السؤال إلا تسمع السؤال كتلة نفسها فشون تسمع السؤال قالت لا اعتبرني مثل أمك النسبية ما يصير ما يصير لا يجوز لا يجوز شرعا عاني متعني يريد أن يسأل أريد أن يسأل بمسألة علمية. أنا ما عندي مشكلة بالرجل. فهو يظن أن في مسائل العلم حياء فهي تريد أن تبين له ترفع عنه الحرج وتقول له ليس في مسائل العلم حياء اسأل يا بني فإنما أنا مثل أمك فكما كنت تسأل أمك لا 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 دقيقة دقيقة أسأل. دقيقة مثل أمك الشنو التي شنو ولدك اي ما يصير هذا ما يصير اختلفنا ما يصير هذا الروايه هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز يا شيخ ابو انت رجل امام مسجد هذا لا يجوز ما يصير بنت تجيب لها ولد ما يصير ما يصير بنت ما يصير بنت النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاته أمهاته. طيب. هاي أمومة تشريفية. وعدم الزواج بهن. جيد. وأيضا. تشريفية ولا نسبية. تشريف. وأيضا تشريفية ورفعة لهن. جيد. لهن أمهات المؤمنين. طيب ليش احتاجت الأمومة النسبية؟ المؤمنين هذه التي ذكرها الله الصحابة عندما يأتون إلى زوجات النبي يكون بينهم حدود في قضية هذه الأمومة لكن هي. لما أتاه أبو موسى شوية راح زايد وترك كل يريد أن يسأل عن مسألة علمية عن مسألة حصل راح زايد عما حصل فلم يجد طريقا إلا أم المؤمنين العالمة الفقيهة التي جلست مع رسول الله وعرفته وفهمته ورأت ما يقتل منه صلى الله عليه وسلم فلما رأت الحرج والحياة باديا عليه ماذا قالت؟ قالت يا بني لا تستحي شفت كيف هي قصدها العلم ليس الخضوع بالقول تريد أن تبين لهذا الرجل هذا المسألة الفقهية حتى أنا وأنت يتعلمون لا تستحي شنو الآن كثير من الناس الآن في هذا الزمن لا تستحي شنو لا تستحي شنو اسمع ماذا قال في الرواية اقرأ الرواية بتمام إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك أي أصابني الحرج أن أسألك يعني مسألة فيها حرج طيب يعني مسألة علمية كمل كمل هو يرى أن فيها حرج فأم المؤمنين هو يعرف أن له حدود كلمة أم المؤمنين لها حدود فهي أم المؤمنين هذه العالمة الفقيهة هسي الله شيخ كمل مفهمنا فكمل بس كمل إيه فقالت شنو طيب أرادت أن ترفع عنه الحرج رفعته بالحرام رفعته بالحق لا تستحي اسمع لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز إنما أنا أمك هذا لا يجوز يعني هذا لا يجوز أنا أقول لك من أجاز لها أنا لا أعطيك أن أم المؤمنين أخطأت في قولها أنا أمك لا التي يعني ولدتك لم تقل له مثل أمك التي ولدتك اسمع الرواية تقول لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك توقف هذا تشبيه هاي توقف هاي تشبيه هاي تشبيه ليس تشبيه يا رجل فيها تشبيه ولا فيها تشبيه لا تستحي عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت أي أنها وضعت نفسها في موضع الأم النسبية للعم أبو موسى الأشعري شنو هذا؟
اسمع الرواية، اسمع 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 الرواية وسمعناها والناس. نمشي أنا وأنت، نمشي أنا وأنت نقطة 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 نقطة. اسمع اسمع، قال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك، أي أصابني الحرج أن أسألك. فقالت له في الرواية، أنا سأقرأ الرواية، اسمع، قال إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. وقف هنا، قف فاصل. فإنما أنا أمك. هذا بحث ثاني، هذا بحث ثاني هنا. قبلها قبلها نسبة، قبلها قبلها أعطت قبلها 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 راوغت بالكلام ونسبت نفسها بالأمومة والنسب. لا راوغت والله الرواية، لا راوغت والله راوغت، هاي مراوغة من عائشة. ضدك في أحكامها الفقهية، ضدك في أحكامها اللغوية، ضدك في كل شيء، فلن تجد ولا إبرة ولا حرمة إبرة أنك تخطئ أم المؤمنين. ما في هذه المؤمنين في هذه الرواية عارف ماذا تقول، هذه أمومة هذه أمومة هذه أمومة نسبية لا تجوز أبو عائشة، هذه أمومة نسبية لا تجوز. يا رجل يا رجل اسمع الرواية، أنا سعيد بالله، ركز معي يا رجل، ركز معي اسمع. تقول له فقلت لها يا أمه، يعني ناداها يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي، يعني السؤال هذا في حرج. طيب. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت. وقف. ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، ما يجوز. طيب اسمع مني، فماذا قالت؟ فإنما أنا أمك، يعني الله عز وجل جعلني أمك. هذا قبلها ما يجوز، قبلها قبلها أكو كلام طلع ما يجوز، راح على غير موضوع. فأنت اسألني كما كنت تريد أن تسأل أمك، لو دخلت على أمك وعندك بعض الحرج فإنك تسأل أمك حتى ترفع عنك الحرج، لا بأس، فهي تريد أن ترفع عنه الحرج والحياء لكي يقول مسألة ثم تجيبه فعلا. سألها فأجابته فقال على الخبير سقط، يعني الخبير معناه أن أم المؤمنين خبيرة فقيهة بظواهر الأمور ومواقفها. احنا الآن راح ننتقل راح ننتقل إلى النقطة الثانية من الرواية، وذلك بعدما عجزت أن تدافع عن نسبة عائشة بالأم النسبية لأبي موسى الأشعري. راح ننتقل للنقطة. أنا بينت لك، بينت لك أن ما قالت ذلك لكي ترفع عنه الحرج. مو ترفع بالحرام؟ أي ترفع بالحرام؟ ما في حرام. شو ما في حرام؟ أمومة. هذه أمومة نسبية. الأمومة النسبية تختلف عن التشريفية. لم تقل أمومة. الرواية ما فيها أن أنا كأمك، أنا مثل أمك. أمك التي ولدتك. قالت له الرواية. الرواية اسمع هي لم تقل أنا كأمك التي ولدت أمك التي إني أريد أن أسألك. اسمعي اسمع يا شيخ، اسمع. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائل عنه أمك التي ولدت. وقف نقطة أو فاصلة. فإنما أنا أمك كما قال الله قبلها. النبي أولى بالمؤمن وأزواجه أمه. طيب. يعني أمك في هذا الباب. جيد. هذه إن النقطة الأخيرة، إنما أنا أمك ما فيها شيء. قبلها أمك التي ولدتك. أمك يعني أمك التي قال الله عز وجل وأزواجه أمهات. ولدتك هذه الجملة. تعبنا والله. الجملة القبلها. الجملة هذه غير الجملة هذه. الآن فيها فاصل. هذا الفاصل، هذا الفاصل لا يجوز، هو ما يجوز وضعه، ما يجوز. يا رجل هي لم تقل أنا مثل أمك في النسب. اسمع الرواية. إنما لا تستحي عما كنت سائلا عنه شنو؟ أمك التي ولدت. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعيد دقيقة دقيقة لا هذا مثال، هذا دقيقة انتظر هذا بس دقيقة. هذه من أهل الذكر. الآن هي من أهل الذكر. أدري
بس دقيقة. الآن لما يأتي شخص إلى مفتي أو يأتي إلى عالم امرأة أو رجل فيسألها أو فتسأل أو يسأل، أحيانا تكون لك أشياء خاصة فيستحي المرء من ذكرها. عائشة، عائشة ميسر تنسب نفسها بالأمور النسبية. ميسر، ميسر، هذه امرأة مع رجل غريب. رجعنا نضرب أمثلة غلط. هذه امرأة منفردة مع رجل غريب. ما يصير، ما يصير، ما يصير. دخل عليها مرة، هذه مو رجال مفتي. ما يصير. دخل عليها. يا أمه أو يا أم المؤمنين، وكانت من وراء حجاب، وكانت من وراء حجاب، وسألها من وراء حجاب بسؤال يريد أن يرفع الخلاف الذي حصل بينه. فنسبت نفسها بالأم النسبية. لا يجوز. لم تأتني بالرواية أن قالت أنا مثل أمك في النسب. يلا عطنا. جيد. الآن خلك وياي. راح أقرأ نص. راح جيد. جيد. الآن دقيقة. انتظر. 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 وكيف تخرج الكلمات؟ وكيف توصل المعلومة؟ طيب الآن كمل معي، كمل معي هذا المقطع. لا تستحي عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت. وقف دقيقة، أعيد بس دقيقة حتى المشاهدين يفهمون. دقيقة. لا تستحي عما كنت سائل عنه. لا تستحي أن تسألني. أن تسألني. عفوا. لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه. أمك التي ولدت. هذا من؟ من أجاز لها أن تنسب نفسها بالأم النسبية؟ هذا مثال. هي الآن جالسة تضرب مثال. هنا ما بالنسبة. أمك التي ولدت. كنت جاي تقول. يا أخي الصحابة أحيانا. في قمة يعني الاحترام والتقدير للرسول. رحنا على الاحترام. يعني تعرض لهم بعض المساء. الإمام علي مثلاً. ميسر. لا تدخل، لا تدخل، لا تدخل الإمام علي. لا 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 لا. لو سمحت، لو سمحت. خلك. لا تدخل، لا تدخل. بعدين. بعدين. لا تدخل، لا تدخل. أبو موسى لما رأى أن هذه مسألة يعني فيها بعض الأشياء التي يستحي من ذكرها. فهو قدر بين يديها قال إني أستحي أمك. طيب كمل. فقالت طيب فقيل عما كنت سائلا عنه أمك. طيب. إنما أنا أمك بنص الآن القرآن. بعد خلاص الحكم للمشاهدين بهاي النقطة. كمل. جيد كمل. طيب أحسنت. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقى. طيب. اسمع هذه الكلمة التي للأسف يعني ونونت في رؤوسكم وافتكرتموها يعني إساءة لأم المؤمنين وأنها والله العظيم هذه من أعظم الميزة التي تمتاز بها أم المؤمنين أنها خبيرة في مسائل العلم، خبيرة في مسائل الفقه، يعني مجموعة علوم، مجموعة أحكام كلها موجودة عند أم المؤمنين. ثم إنها لما قالت على الخبير سقط. نعم يعني معناه صادفت معنى الرواية معنى الكلام خبير. يعني معناها يا أبا موسى على الخبير سقط يعني صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عن يعني لا تأتي عند واحد ما عنده لا يعرف لا ناسخ ولا منسوخ لا مطلق ولا مقيد لا مدري ويش لكن هذه أم المؤمنين بحكم علمها ومعرفتها مدحت نفسها بنفسها وهي أيضا أهل للمدح على الخبير سقط يعني صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه. الله الله. اللي هذا لا يكون العارف. اللي هو إنما الماء من الماء والختان بالختان. لا لا لماذا؟ لأن هي كانت مع رسول الله. بس هي بس هي الرسول ما بفعله. اسمع. هذه فيه. ثم أخبرته. اسمع شوف. ما قالت أنا والله كذا كذا. لا تستجد برسول الله. ثم قالت. أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. اشرحها هاي شرحي. هاي اشرحها للناس تفضل لو سمحت. يعني أن الرجل إذا جلس بين شعب المرأة الأربع زوجته هي اليدان والرجلان
وقيل الرجلان والفخذان يعني وقيل غير ذلك يعني المراد إذا جلس الرجل من المرأة موضع الجماع جيد معي ولا لا؟ أي وياك ومس ختانه خدانها ومس الختان الختان كما قال النووي في شرح صحيح مسلم أي إذا غيب الحشفة في فرج المرأة في الفرج نعم فهذه عائشة خبيرة لي وعلمتها لأبو موسى هذه مسائل علمية لا يستحى من ذكرها لأن في أحكام فقهية يتعلمها الناس لأنها تتعلق بركن من الصلاة بركن من أركان الدين الصلاة حتى يفهم كيف يغتسل يضالين ما يصلون وما يعصر كثير من الناس الآن ربما يعني يغيب الحسب في زوجته لا ينزل ولا يغتسل يظن خلاص فهنا الحكم الشرعي جاء يبين قال إذا جلس الرجل من المرأة موضع الجماع ومس ختانه ختانها والمراد تلاقى موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى بأن غابت حشفة الذكر في الفرج وهذا لا يكون إلا بالجماع فإن الغسل قد وجب بذلك على الرجل وعلى المرأة ولو لم ينزل شفت كيف الآن كثير من الشباب والنساء الأزواج والزوجات قد يحصل بينهما جماع ثم ينزع ولا ينزل فلا يغتسل ويذهب يصلي وصلاته كلها باطلة لأنه جنب فهذه نحمد الله عز وجل على نعمة السيدة عائشة على أنها بيّت لنا مثل هذا الحكم الفقهي الذي لولا الله ثم هي لما عرف الناس هذه الحكم وهذه المسألة النبي ماكو فهي الخبيرة بهذا الأمر النبي ماكو المفروض هو المفروض هذه التعاليم النبي ناشرها بين الصحابة ما نحتاج النساء يا أخي الله يهديك هي مسؤولة عن ذلك وأيضا مكلفة من قبل الله يعني أنها تنشر ما يحفظ بيت رسول الله هي بيت رسول الله ينزل فيه القرآن هو فيه شيخ الحكمة وهي السنة القولية والفعلية والتقريرية يا أخي هو الحياة الزوجية هو الحياة الزوجية ما أبو عائش الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ أبو عائش يأتيه السائل أو تأتيه السائلة تريد مسألة يقول لها اسألي تلك يعني اسألي عائشة تخيل شيخ أنها في عهد الرسول تفتي شيخ أبو عائشة وفي عهد الرسول تبين وفي عهد الرسول توجه شيخ أبو عائشة هو تفضل النبي الله كان يعلم أنه سيقع هنالك بعض الخلاف في الأمة أم لا نعم يعني. ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك الخلاف طيب. وارد طيب لماذا لم يعلم طيب لماذا بس دقيقة لماذا دقيقة بس دقيقة لماذا أبو موسى بس أعطيني مجال إذا كان طبعا. الله يعلم طبعا. إذا كان الله يعلم لماذا لم يترك من بعد نبيه ذكر يقود الأمة يا شيخ بارك الله فيك اسمع مني يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الدين وأكمل الدين وتوفاه الله أتى بعده خلفاء راشدين وأئمة مهديين وعلماء ومصلحين فنشروا هذا الدين ونشروا أحكامه فوصل إلينا هذا الدين بأحكامه الشرعية أحكام أم المؤمنين الفقهية وصلت إلينا أقوالها وصلت إلينا فنحن لما ننظر في أمور السيدة عائشة كل هذه الروايات أنت التي أتيت بها وردتها والله أنها من مناقب السيدة عائشة ومن فضائلها وأيضا من نعمة أنعم الله بها علينا بوجودها فلولا الله ثم هذه المرأة العظيمة لما عرفنا أحكاما غابت عنا إلى الآن والله غائبة عن المسلمين لكن ببركة هذه السيدة العظيمة الفاضلة نحن نشأنا وصل إلينا هذه الأمور أنا الآن يعني لو الله خالقها رجل هواي أحسن حتى ما يصير عندها حرج ما حد يشكل عليه يا أخي ما العلم ليس حكم على الرجال ما هو الله قال فلا تخضعن بالقول أنا متفاجئ من ربك بصراحة أنا متفاجئ من ربك يقيدها وبنفس الوقت يقول لها ماكو غيرك يعلم الزلم هذا شيء عجيب غريب شيء عجيب غريب مكلفة من الله هي مكلفة من الله يا أخي الله كلفها الله أمرها واذكرنا فعل أمر واذكرنا أي إذا جاء سائل يسألكم عن أشياء حصلت في البيت النبوي أو مسألة حصلت في البيت النبوي فانشروها وعلموها وبينوها للأمة وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة حكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا طيب هل طيب. نعيب على السيدة خلص. عائشة في خلص. نقلها أدق الأمور هذا خلص بعد احنا نترك الحكم للمشاهدين
أنا بلغني أنه أنت طارح إشكال ماذا استفادت الأمة من علي بن أبي طالب. صحيح. ليش ما طرحت علي هذا الإشكال؟ إيش عجب؟ إذا ما عندي مشكلة الحلقة القادمة أطرحه عليك ونتناقش فيه. لا لا الآن إذا أمكن الآن أطرح. أنا طالب مجتمع لكن الحلقة القادمة. لا 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 الآن 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 أنت قول أنا جاوبك بسرعة بس قول قول. هذا يحتاج إلى يحتاج إلى. لا 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 راح أجاوبك راح أجاوبك بنصف دقيقة أنت بس اسألني. أنا لأنك لو سألت لو سألتك واجب سأجيب أنا. لا 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 ما راح تقدر تجاوب أنا متأكد ما راح تقدر تكمل اسألني وشوف. سأجيبك لأن جرب علي ما قدم جرب ان الامام انت تجرب تقدم شيء للاسلام والمسلمين هو تجرب انت تجرب جرب تجرب جرب ارد اسمع حمد بس جرب عمر وعثمان عائشه قدموا هذا الاسلام احسنت احسنت هو وهو كذلك بس ارد اسمعها منك ماذا استفادت الامه من الامام علي من الامام علي طيب اولا انت تقصد للناس الامه الشيعيه ولا الامه السنيه الأمة الإسلامية انقسمت ما بين متبع لعلي وما بين محارب لعلي في الجمل فأما الأمة المتبعة فأما دقيقة بس اسمع مو مشكلة فالأمة المتبعة لعلي لم تدخل بيت عائشة ولم تجنب ولم تحتج أبو بكر وعمر ولم تحتج الصحيح البخاري ومسلم وأما الأمة التي خالفت علي فإنها كانت محتاجة أن تقتحم بيت عائشة وحفصة وأن تركض خلف البخاري ومسلم فالأمة الشيعية استفادت من علي عليه السلام طيب يعني فقط أنت حصرت في الأمة الشيعية نعم لأنها تتبع لأنها تتبع طيب. مثل الطبيب الآن واحد يقول ماذا استفادت الأمة من الطبيب العالمي الذي نشر دواء لمحاربة فيروس كذا سيقال إن الأمة استفادت الكرة الأرضية كل من أخذ هذا اللقاح أما اللي ما يأخذ ما يستفاد علي مثل هذا المثال مع احترامي لك مع احترامي لشخصك الكريم لم تأتي بجدي ليش أنا أثبت لك أي؟ بالأدلة والبراهين أن الإمام لم يقدم شيئا هذا عندك والدليل هذا عندك واللي عندي هذا عندك واللي عندي أنا ما احتاجت عائشة شلون لا 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 دقيقة أنا لم أحتاج عائشة أنا ما احتاج أنا أنت الآن هل قرأت في الجمل وعرف ائتني بجيش جيشه أو أنه قاتل كافرا بعد موت رسول الله أو فتح مصر نعم قاتل كافر نعم قاتل كافر نعم قاتل كافر نعم قاتل كافر من الذي قاتل؟ نعم عائشة وجيشها لم حتى عائشة لم يقاتلها ولم لا قاتلها لأنها كافرة قاتلها 8 أيام 40,000 راس خروف قطعة يا صديقي لا قاتل والله العظيم أتى إليها استقبلها جعل لا لا هذا كلام يخصك هذا انت وكلامك انت والوائلي وجماعتكم هذا ما يخص احنا جاء الى الهودج وضربه وكسره وسبها ولكن الله امره ان يرجعها حتى تمنع ولده الحسن ان يدفن عند جده الحسين فهذه قضايا شيعيه لو سمحت لا تخلط الان كلمني في علي عندي شيعة انا لا اخلط انت الان جالس تخلط ما بين علي الصحابي انت الان جالس انت الان تخلط ما بين علي الصحابي وما بين علي المعصوم انت ان استطعت هاجم علي عندي المعصوم قل ماذا استفادت الامه تفضل تفضل تسمعني ما فصل الخط ليش فصلت الخط ارجع اتصل بها شيخ أبو عائشة
اسمعني، لماذا فصلت الخط شيخ أبو عائشة؟ شيخ أبو عائشة تكلم أنت معي. ما يرضى يتكلم. مو عرف هاي القاعدة القريشية بعد يعرف يروح يطرح هذا الإشكال على معممين غيري يقول لك أضحك عليهم. عرف هاي القاعدة القريشية ما تعطي مجال تخنقه. خلاص يلا بعد خلاص هو متصل على برنامج الجوجل دو. ما يقدر هو يقدر يهاجم علي على الصحابي. اي يقدر يهاجمه على الصحابي، واحد ما فاد الأمة وكل شيء ما سوى اي وسوى مشاكل وما استفادين منه على الصحابي اي. اما علي المعصوم، علي المعصوم الشيعة استفادوا. اكو شيعي اجنب ببيت عائشة؟ لا. اكو شيعي سأل عائشة؟ لا. اكو شيعي اختلف على عائشة؟ لا. فأنت تطرح الإشكال هناك بغير قنوات حتى تضحك على معممين الناس يناظرونك يكلمونك تشوفهم على قد إيدك. هنا ما تقدر قاعدة القريشية، ما تقدر. شوف ما تقدر. من يستطيع أن يهاجم علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو الأئمة المعصومين؟ من يقدر؟ من يجرؤ؟ من يفكر أصلا أمامي؟ من يفكر؟ فورا أرد بالكلام فورا، ما نطي مجال. لأن أنت ما معقولة تهاجم علي الصحابي اللي بكتبك على علي المعصوم اللي عندي. يقول لي قاتل كافر، صدمته. قلت له مقاتل عائشة، عائشة كافرة، عائشة كافرة.